ألف سلام عليك يا أمي. الله يسلمك حبيبي. حتى أنت يا سعد. يا أمي قدري ظروفي واعذريني شوية. مش حال ما كنت عامل عمرة وعارف ربنا كويس. وإيه دخل العمرة بالحاجات دي يا أمي؟ ده بيزنس، يعني ملوش دعوة بالصلاة والصوم. يا ابني حبيبي، الدين المعاملة وبيع المحرمات والغش اسمه جريمة، ازاي تقبلوا على نفسكوا كده؟ الدنيا بقت وحشة قوي يا امي، لما كناش اقوياء هنتداس بالرجلين. انتوا اللي وحشتوها وخلتوها غابة، دوستوا على كل المعاني الكويسة عشان حبة فلوس. تقدر تقولي هتعملوا لكم ايه الفلوس؟ تعمل كتير قوي يا امي. عمرك يا ابني ما هتاكل اكتر من طاقتك، ولا هتلبس الا هدمه واحده على جتتك. مظبوط كلامك صح، بس بفلوسي بقى اقدر اغير قميص كل يوم. لا كل يوم ايه، كل ساعه. ده غير الوجاهه والقبهه والوضع الاجتماعي، حاجات كتير قوي يا امي. كلها متعه زايله. تقدر تقولي هتعيش قد ايه في المتعه دي؟ 10 سنين، 100 سنه؟ لكن في النهاية إيه؟ هتتخلد في النار بعملتك السودا دي. ليه يعني؟ وأنا كفرت؟ دي غلطة، غلطة وربنا غفور رحيم. غفور رحيم للي بيتقيه، ومنتقم جبار للي بيستهين بيه. أنا ما بقتش عارف أتفاهم معاكي خالص، على إذنك. كلكم خيبتوا ظني فيكم، كلكم.